مع القس دلوقتي في صحفية على فكرة اسمها القمص. مع القمص معلش ميرفت النمر، صحفية قبطية، هي بعتت وثيقة لفريق الإعداد دلوقتي هيعرضوها، إن بيقولوا حضرتك عملت استغلت عملت تغيير ملة لبنتك، هل ده صحيح ولا هو لا؟ طبعا دي قلة ذوق منها وما يصحش تدخل حاجة زي كده. طب بص الوثيقة معانا فريق إعداد، معلش لا لا طب مش إزاي يا منطقي، جماعة يعني مين ولو طب أعرف حاولوا كده تدخلوها؟ لو أعرف كده ما كنتش لا جيت. لا لا يا معلم صح، لا احنا لا، لا ما هي ينفعش، بعتت ما ينفعش، رسالة دي حاجة غير قلة ذوق، ذوق بعد وقالت إذنك عايز يا ندخل، دكتور. على فكرة أنا عايزك ترد عليها كمان، ما أنا لا ده حقك حقك يعني، بص حبيبي الوثيقة معانا على الهواء، عرضت حبيبي الوثيقة، هي بعت وثيقة لفريق الإعداد، بص حضرتك ايوه، معايا بس على الهواء، الكلام ده معلش سامحني يعني، ده نوع حاجة لا أخلاقية بالمرة. أولا هي قالت إن هي عايزة تدخل وبعتت لهم بعت يا لهم بابا الوثيقة، دي قصة اللي يعني استحالة هاخد فيها هل دينيا ده، طب ده هل أنت حضرتك مسؤول ديني وليك مكانتك، حبيبي. أصل هل يا ده حبيبي متاح أو لا؟ اسمعني اتفضل يا اسمعني، دي فيها كان مشكلة نفسية معينة لا يصح إن أنا أخد فيها لسببين، عشان الأخ وليه بنت وعشان بنتي، فالموضوع ده ما ينفعش أبدا لأن ده ليها ظروف خاصة. انت عارف انا عشان بس الوثيقه لما تنتشر حتى على مواقع التواصل، حضرتك ردك ده بيوضح لكل المشاهدين بتوعنا، حبيبي واحنا حبينا ان ما انت ينفعش، حقك ان انت توضح. لا مش من حقها، ودي قلة ذوق قلة أخلاق منها لسبب بسيط، لأن زي ما بقول لحضرتك دي أمور شخصية بحتة، ولو أعرف كده ما كنتش جيت. لا لا لا، هي دي أمور احنا معلش سامحني، أمور شخصية بحتة بتمس أعراض ناس. بالظبط، ايه اللي يخليني على الهواء دلوقتي امس اعراض ناس؟ لا لا طبعا مش مقبول، وهي يعني انا بقول امس اللي كان جوز بنتي وضرر اولاده لا طبعا منها؟ لا طبعا مش مقبول، واحقاقا للحق لا يا استاذ طبعا محمود بقى، عشان اللي حصل ده طبعا اسلوب مرفوض تماما. تمام طبعا، لا طبعا، ابونا لا انت القمص عارف انا عبد كمان في المسيح، حاجه، لا انا اقول لك على، هي مش بعتت لهم منك، رساله لا مش طبعا، منك. انا بقول لك ده احنا كمان في اه حاجه، هي بتقول الوثيقه موجوده على مواقع التواصل القمص بين عبد الناس المسيح بسيط، انا ياما وليه اختلفت ما معاه كانش، ودلوقتي احنا بالظبط متفقين. بالظبط صح، الموضوع ده شخصي بقى وانا هقولها، ومعلش يا ابونا اسمحني، هذه بنته تستحق التصريح وانا اعلم كل شيء، وما اقدرش اقوله طبعا، دي حاجه شخصيه، فعيب ده مش فعيب، ليها صح، مشكله، صح، احنا هنقعد نخوض في لا اعراض لا الناس صح، مين ومشاكل معانا الناس. طيب؟